السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اصحابي؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا جدا جدا. لسبيل فاكريني ولا نسيتوني؟ بقت النهاردة حلقة جميلة جدا من قدام مكتبة الاسكندرية. تعالوا شوفوا بابا وحمزة عملوا فيا ايه. غلبوني، علمنا حاجات جميلة جدا. متنسوش الاول تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة. سيبكم مع الحلقة. شفتوا بقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها المزاولة الشمسية. انت كنت مفكرها ايه يا حمزة؟ مرجحة كانت كبيرة سخروها. دي اسمها المزاولة الشمسية. دي كانت ساعة قبل ما يخترعوا الساعات كانوا بيعرفوا الساعة منها. دي عبارة عن ايه وبتتصنع ازاي؟ دي عبارة عن جزئين، المؤشر دوت والقاعدة بتاعتها. المؤشر ده اول حاجة لازم بيتعمل من معدن، وده اللي بيعكس ضوء الشمس، بينزل الشمس عليها وبيبقى ليها انعكاس على القاعده. الظل ده بتاع ظل المؤشر ده. المؤشر ده بيتعمل اول حاجه من المعدن، بيبقى اتجاهه موازي لمحور دوران الارض، وبيبقى من هقول لك العلامات دي عباره عن ايه. اتجاهه بيبقى موازي لمحور دوران الارض زي ما انتم شايفين، لازم يكون ليه اتجاه معين كده. الحاجه الثانيه ان هو بيبقى ايه، اتجاه القطب الشمالي. يبقى المؤشر ده ليه ثلاث شروط: لازم يكون معدن، ولازم يكون موازي لاتجاه ايه، الشمال، ولازم يكون موازي لايه، لمحور دوران الارض. والقاعده بقى عباره عن ايه، زي الساعه اللي في ايدينا بالظبط، بتتقسم كده. هتبقى الساعه 1، الساعه 2، الساعه 3، الساعه 4، 5، 6، نرجع هنا 7، 8، الارقام دي لاتيني، 9، 10، 11، الساعه 12. يبقى كل، انت كنت بتسال على المؤشرات دي صح؟ يبقى كل مؤشر من ده الكبير عباره عن ايه، ساعه، واللي جنبه الصغيرين ممكن ايه، الدقايق. طيب احنا عايزين نعرف بقى الساعه كام دلوقتي. الساعه دلوقتي 3:30. عرفنا منين؟ ده بيعلم على الساعه، ده كأنه ساعه. طيب عرفنا منين ان الساعه 3:30 يا حمزه؟ بص كده المؤشر، مش دي احنا قلنا الساعه 1 2 3، صح؟ ادي 3:15، 3:30، صح؟ يبقى 3:30 و5 كمان، حتة صغيرة اهي، صح كده؟ يبقى دلوقتي 3:30 و5. كانت من شوية لـ 3:30. هي مشيت كده طبعا عشان الشمس بتلف، وهو في موازي باتجاه ايه؟ دوران الأرض، تمام؟ عرفنا بقى دي ايه؟ قولوا لأصحابكم بقى دي ايه؟ دي اسمها المزاولة الشمسية، زي المزاولة اللي حمزة بيعملها لنا. يعني اسمها ايه؟ المزاولة الشمسية. ايه تاني؟ يا اصحابي الترفات دول، ده بيعبر عن ايه؟ دول بيزولنا على الارقام. على الارقام اللي هي الساعة، المؤشر الكبير ده ساعة، والصغير ربع ونص، تمام؟ وقلنا عبارة عن ايه جزء ايه؟ بتلاقيها بتتم ونعرف ساعة. زي ايه؟ بتتم بيبقى بقى ببيتهم، وببيتهم ما فيهوش شمس، ازاي بيعرفوا؟ والله يا حمزه ده سؤال محرك صحيح. لما الشمس بتروح بيعرفوا الشمس بيعرفوا الساعه منين صحيح؟ مش عارف. نسال بقى الجمهور وهو يقول لنا ايه؟ يقول لنا رايه في التعليقات في الموضوع ده. هتعرفوا تجاوبوا على حمزه ولا هتسيبوني كده معاه؟ انا مش عارف صراحه. الحلقه المره دي عايزين نعرف السؤال بتاع حمزه عشان انا اعرف اجاوبه. بالنهار المزاولة الشمسية بتعكس ضوء الشمس، طب بالليل؟ بالليل يا سلسبيل يا ترى هيكون ايه؟ بيعرفوا الساعة منين بالليل قبل ما يختاروا الساعات؟ اللي يعرف يبعت لنا في التعليقات، خلاص؟ استناكم ضروري عشان ايه؟ اعرف اجاوب على حمزة. عبارة عن ايه بقى دي؟ حد يعرف؟ لا. دي عبارة عن نافورة. نافورة ايه؟ بتطلع مية. بس اسمها النافورة الايه يا حمزة؟ النافورة الشمسية. اسمها ايه؟ النافورة الشمسية. ايه فكرة النافورة الشمسية ديت؟ ايه؟ طيب شايفين اللوح الاسود المربع اللي فوق ده؟ ده اسمه الواح شمسية. دي يعني وظيفتها. يعني صحابي الحته الكور دي لازم بعد الشمس المية تطلع. ايوه، عشان بتعمل ايه؟ دي بتجمع الطاقة الشمسية. اللوح الطاقة من الشمس. الله ينور عليك. يبقى الألواح الشمسية دي وظيفتها انها تمتص. بص
تمتص ضوء الشمس وتحوله لايه؟ لكهرباء وطاقه. تمام. يبقى بص لما حمزه هيلف بقى الدايره دي لفوق، بص الميه هيحصل لها ايه؟ ايوه لف كمان لف كمان، طلعت الميه اهي. ليه بقى؟ لان الالواح الشمسيه اللي فوق جابت حراره اتحولت هنا لطاقه، الشمس بعد تبقى جامده الميه تطلع فوق اكتر. ايوه كل ما تجمع شمس اكتر كل ما الميه دي تعلى اكتر. طبعا بتجمع شمس اكتر ازاي؟ نتيجه قوه الشمس، الصبح الظهر بالليل بما في شمس طبعا، يبقى ايه؟ مش هتشتغل. يبقى احنا ايه؟ كل ما اللوحه الشمسيه دي بتكون واجهه للشمس لازم يبقى الصبح، كل ما تكون واجهه للشمس اكتر كل ما ايه؟ ارتفاع الميه ده يعلى. يعني بص كده واحده واحده، ماشيه واحده واحده، بص بتعلى ازاي؟ بص بتعلى ازاي؟ طيب لو جينا بقى لفينا بقى الناحيه الثانيه، خلاص الناحيه الثانيه مفيش شمس، قفلت. يلا حمزه نقفل الميه عشان ايه؟ عشان ايه؟ قلت لي عشان ايه؟ عشان ما يبقاش شوفوا حاجات ثانيه. يلا ينفع الضعيف هو اللي ينتصر؟ طيب دي بقى ليه فيها الضعيف هو اللي ينتصر؟ تعالوا نشوف. اول حاجه ده ذراع طويل وفي حبلين، حبل من هنا وحبل من هنا. عارفين لعبه شد الحبل؟ طيب لعبه شد الحبل دي في فريق بيشد من الناحيه وفريق بيشد من الناحيه الثانيه، تمام؟ بس الفريق اللي بيشد من الناحيه دي الحبل متثبت على ارتفاع 6 من 10 متر من ارتكاز الدرع ده، يعني حتة من الارض لحد فوق هنا 6 من 10 متر. الناحية التانية بيبقى الحبل مرتفع شوية، بيبقى متثبت منين؟ متثبت 1.8 متر. ليه المقاسات ديت؟ علشان هيا حمزة معايا، الحبل اللي متثبت عالي ده، الحبل اللي متثبت عالي بيدي 3 أضعاف القوة للحبل اللي متثبت أقل. خلاص كده؟ ليه؟ اكن الرفعه ديت الدراع ده بيساعده، لان ده مرفوع على 1.8 متر وده مرفوع على كام قلنا؟ 6 من 10. يبقى الواحد 8 من 10 3 اضعاف الايه؟ ال 6 من 10. يعني ممكن حمزه يكسب ولا سلسبيل كده؟ لا حمزه، حمزه اللي يكسب. عرفتوا ليه بقى؟ يلا جرب يا حمزه. يلا شد كيس سلسبيل رجعها عليك، رجعيها شد يا حمزه. سلسبيل مش عارفه ترجعها ليه بقى؟ ليه؟ عشان الكامب بتاع حمزه اقوى علشان الارتفاع. عرفتوا ازاي؟ خلصت حلقتنا، يا رب تكون حلقتنا عجبتكم. تعملوا لايك وسبسكرايب، تشتركوا في القناة. باي باي.